بأمانة يعني ربما لو سألتني هالسؤال قبل 10 سنوات يمكن ما كنت بجاوبك الجواب اللي يعني المفروض تسمع اليوم، لأن كان عدد العنصر النسائي والأماكن اللي عملت فيها ما كان فيها عنصر نسائي بالشكل الملحوظ. ولكن الآن أقدر أقول لك بأن نحن وخصوصا في القيادة العامة بشكل أبوظبي عندنا عدد كبير من العنصر النسائي يقارب 4000 عنصر، أحد منهم عندهم مهام قيادية، المهم أنهم يعملون في كل الإدارات اللي ممكن نتكلم فيها في الشرطة، يؤدون دورهم بكل تميز ولا تقل كفاءتهم عن كفاءة الشاب أو الرجل، وعندما يكلفون بمهمة ينفذونها يمكن بطريقة احترافية أكثر حتى من الرجال، لأن المرأة عندها يعني الهدوء والتفكير الإيجابي أكثر مثلاً، والرجل شوية مستعجل. فأنا أطمن الجميع بأن المرأة إن شاء الله محفوظة حقوقها في هذه القيادة، ونحن سعيدين بما قدمت طوال السنوات. وإحنا في هذه القيادة المرأة دخلت القيادة يمكن قبل أي يمكن مكان في الخليج، الشرطة النسائية في القيادة العامة للشرطة أبو ظبي، فلها تاريخ كبير من الإنجازات ولا زالت تقدم الكثير.